نحن الآن في قرية حرجلة، استلمنا القطاع من الأخوة جبهة النصرة. بطيبة خاطر خرجت جبهة النصرة من المنطقة الآمنة المزمع إنشاؤها شمال سوريا برعاية تركية، سلمت غالبية مواقعها إلى الجبهة الشامية وانسحبت. لماذا انسحبت بهذه السهولة؟ النصرة أجابت ببيان عددت فيه سلسلة أسباب لم تقنع كثيرين، فقالت إن تركيا والتحالف الدولي يقودان المعركة في شمال حلب ضمن مصالحهما، وعليه فإن نعلن انسحابنا أولاً لأننا في جبهة النصرة لا نرى جواز الدخول في هذا الحلف شرعاً، لا لجهة الانخراط في صفوفه ولا لجهة الاستعانة به، ثانياً لأن قرار المعركة الآن لم يكن خياراً استراتيجياً نابعاً عن إرادة حرة للفصائل المقاتلة، بل هدفها الأول هو أمن تركيا القومي. إذن بناءً على هذا التعليل انسحبت النصرة من مواقع شمال حلب وسلمتها للجبهة الشامية، لكن لم تمض ساعات قليلة على انسحابها حتى استغل تنظيم الدولة الإسلامية ضعف الجبهة الشامية فانقض على بعض المواقع وسيطر عليها، ولا سيما في قرية أم حوش، وبات يهدد صلب البلدات المندرجة في مشروع المنطقة الآمنة. إذا صحت التحليلات القائلة بأن جبهة النصرة أخرجت من شمال حلب كشرط دولي للقبول بمشروع تركيا إقامة منطقة آمنة، تكون النصرة اليوم تضحك في سرها، تحقق رغبتها بالظهور في مظهر الفصيل الأقوى، وبأنها حاجة أيضاً في الحرب ضد داعش. فهل تكون تركيا أخطأت في إبعاد النصرة عن شمال سوريا فاستغلت داعش الفراغ لتعكير المنطقة الآمنة؟